وللحديث اكثر عن حاله الطقس في الايام القليله المقبله بينضم الينا الان عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه دكتور منار. دكتور منار برحب بحضرتك، صباح الخير. بدايه يعني كنا بنتكلم من شويه في خبر ان في النهارده شبوره مائيه على الطرق المؤديه للقاهره وغيرها من الطرق، لو كلمتينا اكثر عن حاله الطقس بدءا من النهارده والايام القليله القادمه. صباح الخير طبعا على حضرتك الأستاذة فيروز، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل اليوم مستمرين في الأجواء الربيعية، مستمرين في ارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بحوالي من درجة لدرجتين، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 28 درجة مئوية. الأجواء تظل أجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري معتدلة على سواحلنا الشمالية، هتكون حارة على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترة النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل ما زالت الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وبتكون الظاهرة الجوية بالفعل المؤثرة هو وجود الشبورة المائية اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تظهر دايما في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع بداية الساعة 7 الصبح بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي، لكنها الحمد لله ما أثرتش على حركة المرور، بالإضافة كمان إن في نشاط نسبي للرياح على سواحلنا الشمالية بعض المناطق من جنوب سيناء، وده ممكن يزود الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في المناطق دي. متوقع من غدا وبعد غدا يكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات على كافة مناطق الجمهورية، لأن غدا وبعد غدا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 و 34 درجة مئوية، يعني هتكون الأجواء حارة خلال فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل، وده متوقع أن يستمر معانا لنهاية هذا الأسبوع، لكن إن شاء الله من منتصف الأسبوع درجات الحرارة تنخفض وتكون ما بين 31 و 30 درجة مئوية، يعني بصفة عامة أن الأسبوع ده هيكون في درجات الحرارة أعلى من الأسبوع الماضي وخاصة نهايات الأسبوع الماضي، وبتكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله هو وجود الشبورة المائية اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة. طيب في النقطة دي تحديدا دكتور منار، يعني لعل من أهم، يعني وإحنا في موسم انتهاء العطلات دلوقتي، الأسبوع اللي فات كان يعني أسبوع مليء بالأجازات وكان في ناس كتير خرجت من القاهرة وذهبت لمدن تانية للمصايف وغيرها، ايه اهم النصايح اللي بتقدميها لمشاهدينا خاصه وحضرتك بتتكلمي عن وجود شبوره مائيه؟ يا ترى بتبدا امتى، مدى كثافتها، وايه الطرق اللي بتكون عليها موجوده بشكل كبير لكل مشاهدينا اللي هيكونوا يعني عائدين او مغادرين القاهره او مدن اخرى من اماكن المصيف اللي هو موجودين فيها دلوقتي؟ بالفعل هي الظاهره الجويه المؤثره من اليوم وعلى مدار الاسبوع هي بتكون الشبوره المائيه، دايما بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، مع تكونها في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا بتتكون على الساعه 3 الفجر تستمر حتى الساعه 7 صباحا مع سطوع اشعه الشمس بتبدا في التلاشي، لكن هي ان شاء الله مش هتكون كثيفه، يعني مش هتعطل حركه المرور، لكن دايما النصيحه المهمه والاساسيه لانها تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور مع اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، بالاضافه كمان الساده المواطنين نحن نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه في الفتره من الساعه 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر، لان دي بتبقى ذروه سطوع اشعه الشمس او ذروه ارتفاع درجات الحراره، بالاضافه كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان الربيع او فصل الربيع دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، فوارد جدا يحصل تغيرات في الحاله الجويه في اي وقت، واحنا دايما بنحدث نشراتنا اول باول. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشره عبر الهاتف.